ترقبوا في الساعة 7:30 مساء البث المباشر، المهرجان الثاني، الحسين علم، تقوى وسطية أخلاق، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وتحت شعار عاشوراء قرآن تربية أخلاق عزاء. وسيتضمن المهرجان تلاوة القرآن وإلقاء القصائد الحسينية الرسالية، وسيلقي عدد من الخطباء محاضرات وعظ وأرشاد ونعي مصاب واقعة الطف. وسيتضمن أيضا إلقاء بحوث حوارية في سلاسل بحوث السيد الأستاذ بمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشباب. المحافظات التي يقام فيها المهرجان: بغداد، الخميس 12 من محرم الحرام لعام 1441 للهجرة. الديوانية، الجمعة 13 من محرم الحرام لعام 1441 للهجرة. في قار، الأحد 15 من محرم الحرام لعام 1441 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.